الأخبار من المحور. أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع غزالي عثمان رئيس جزر القمر، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة. ومن جانبه سمن الرئيس القمري اللفتة الكريمة مشددا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالسيد الرئيس. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات وتعميق التفاهم بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وفد شركة يازاكي اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على رخصة ذهبية، في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الذي تبلغ استثماراته 30 مليون يورو جميعها استثمار أجنبي مباشر. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص على لقاء وفد الشركة بعد ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، معربا عن تقديره لجدية والتزام الشركة في بدء تنفيذ المشروع وحرص رئيس الشركة على التواجد خلال فعاليات وضع حجر الأساس للمشروع كدليل على حرصه على متابعة تنفيذ المشروع. كما أكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد صدر قرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2022 بمنح الشركة الرخصة الذهبية. وأشاد الدكتور مدبولي بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر واليابان، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر خلال المرحلة المقبلة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الهامة. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقارير الوزراء حول المشروعات الجاري تنفيذها بكافة المجالات. أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث شهد الوزير عرضا تقديميا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة. يأتي تنفيذ هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل طنطا المنصورة دمياط، والذي يتكون من المنطقة اللوجستية بطنطا، خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط، والميناء الجاف بدمياط الجديدة وميناء دمياط، والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي، وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ وجاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع. نظمت وزارة الداخلية معرضا لمعداتها تحت عنوان فدا مصر بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك احتفالا بعيد الشرطة رقم 72. مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72، حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري من منطلق أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، وهو فرصة لإظهار المجتمع تقديره للشرطة وجهودها الأمنية. احنا النصر وعشنا رجال وولاد نصر وولاد نصر عاشرين.
الكل كل سنة وإحنا طيبين، وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية. داخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو محبة الأوطان. إحنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الشخص والإعاقة وجاهزية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة. بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية. شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزوفاتها الوطنية، كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد. وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركاتها في المداهمات الأمنية. أشكرهم على المجهود الكبير اللي عاملينه لأمن واستقرار مصر. كان يوم حلو قوي النهاردة، وأنا اتبسطت قوي قوي. أنا بحب مصر وبحب الشرطة عشان هما بيحمونا، والنهاردة لما شفت الضابطات اتمنيت لما أكبر أبقى زيهم عشان أحمي البلد. شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في أداء المهام الأمنية المتنوعة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على مواكبة التطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني. مبسوطة النهاردة ان انا جيت وشفت المعدات والأجهزة اللي الشرطة بيستخدموها. انا مبسوط جدا ان انا موجود هنا. كل سنة وطيب من رئيس الجمهورية فتح السيسي. انا بحبك. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض، والتي تؤكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية، وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي. لقيت عربية الأحوال المدنية المتنقلة، فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها. شفنا تطوير يعني كبير جدا في الأحوال المدنية، وفي كل حاجة الشرطة بتحاول ان هي توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة. تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدماتها في قطاع المرور، في الأحوال الشخصية، وفي تعاون دايما كل هدفه هو خدمة الشعب المصري الحبيب. ده طبعا بيحقق معانا الولاء والانتماء للوطن، ان هم بيعرفوا قد ايه الشرطة حريصة على حمايتهم. المعدات تحفة، التطور جميل، التنظيم عالي جدا. شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة، كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية، وهي نتاج جهود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي أنا شايفاه النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية. أوجه كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال 72 لعيد الشرطة، بكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر طيبة وبخير. احنا النهاردة لمسنا بإيدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهورية الجديدة. بشكر وزارة الداخلية على الأمن والأمان اللي بيقدموه لينا، وأنهم موجودين في كل حتة. أوجه رسالة شكر للسيادة الرئيس ووزارة الداخلية اللي هم محافظين على الأمن والأمان بتاع الدولة، واللي هو كل يوم ويوم تطور مستمر. تسابق الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها، مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. شكرا لكم، شكرا حماة الوطن. فخور ان انا والدي الله يرحمه كان احد رجال الشرطة. قد ايه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان، وان هو عايش في امان واستقرار اكتر. انا مبسوط النهاردة عشان العروض اللي انا شفتها النهاردة، خاصة عرض الخيالة وعرض الكلاب. النهاردة شفت حاجات كتيرة حلوة وجميلة وتطوير جميل. انا مبسوطة قوي النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة هو تأكيد على المشاركة المجتمعية في عيد الشرطة، وفرصة لإظهار مدى التطور الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية لتقديم خدمة أمنية وجماهيرية أفضل للمواطنين.
سنة وعشرة بنت مصر طيبة. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر يا سيسي. عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع نظيره الدكتور عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وذلك على هامش معرض الصحة العربية الذي يعقد في الفترة من 28 من يناير إلى 1 من فبراير 2024 بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الطبية والصحية الرقمية، وكذلك التعاون في مجال البحوث الصحية وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، وأيضا توطين صناعة الدواء عربيا لتحقيق الأمن الدوائي للشعوب العربية. وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع بحث دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين من القطاع. واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا لتطوير منظومة التدريب المهنية بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب 1,000,000 متدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراء تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص تستهدفهم الوزارة للعمل معها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري يناير 2024 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث عقد الوزير شحاتة اجتماع مع اللجنة لبحث ومتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان الوزارة عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها، وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم وتدريبهم على تنفيذ المشروع مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات. ووجه الوزير بمنح رخصة مؤقتة لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع الوزارة لحين الانتهاء من استكمال بياناتها والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل، داعية كافة المراكز إلى الاستفادة من هذه الرخصة المؤقتة والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة. تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره فريق الجونة في الرابعة والنصف عصرا، بينما يحل إنبي ضيفا على الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف.